موقف ليفربول من الكلام ده كله ايه يورجن كلوب ايه موقفه برضه من الكلام ده كل دي اسئله هنجاوب عليها في حلقتنا من برنامجكم مجنون حنك صلاح ينتقل الى ليفربول في صفقه تعادل 35 مليون جنيه استرليني تحت قيادة يورجن كلوب صلاح طبعا عمل تاريخ لا ينسى ومحفور في ذهن كل مشجع ليفربولي باسطر من ذهب صلاح اللي رجع الدوري ليفربول بعد ما غاب عن خزينه النادي 30 سنه صلاح اللي جاب لهم دور الابطال بعد اللي حصل له طبعا في السنه اللي قبلها بالظبط لما اتصفى النهائي هو تقريبا في البيك بتاعه صلاح ما فيش اتنين هيختلفوا عن ان هو تقريبا افضل لاعب او هو اكيد هو افضل لاعب عربي في, في التاريخ ومن افضل لاعيبه الافارقه في التاريخ ومن افضل لاعيبه اللي عدوا على الدوري الانجليزي كله حتى من افضل لاعبه ليفربول صلاح لاعب استثنائي وعالمي ومختلف جدا من ناحيه حاجات كتير انت صلاح ده لعيب ما جاش زيه في تاريخ العرب سواء كعقلية او كموهبة او كالتزام او كل الكلام ده صلاح انتقل خلاص بقى هو مرحلة ان هو بس مجرد ان هو لعيب مشهور او لعيب معروف عشان هو مجرد لعيب عربي لا صلاح عادي يتقارن بلعيبة عالمية صلاح عمل تاريخ محدش هينساه صلاح مش بس ان هو دلوقتي بقى مجرد ان هو معروف او كان مشهور عشان هو مجرد لعيب عربي لا صلاح لعيب بيتقارن مع لعيبه كتير عالميه لان صلاح خلاص هو عدى الليفل ده وصل مرحله تانية صلاح حتى بعد اول سيزن ليه لما كان جه وكسر الدنيا واتصاب وبعد كده الموسم الثاني مش احسن حاجه الموسم الثالث لسه وبعد كده يرجع تاني بعد ما الناس كلها قالت عليه خلاص صلاح ده لعيب وان سيزون وندر صلاح ده لعيب بس كده هو انفجر في موسم مشت معاه كانت بتظبط معاه لا بيكمل وبيرجع تاني بعد كل مره الناس بتشكك فيها ان صلاح لا مش اللعيب الكبير صلاح اوفر ريتد صلاح 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 لا هو في الاخر لعيب بيثبت نفسه كل سنه وحتى لما ليفربول دلوقتي بتبقى في احلك مستوياتها صلاح بيطلع بارقام هي من الاعلى في الدوري سواء من ناحيه صناعه سواء من ناحيه تسجيل ان دلوقتي لعيب عمل كل التاريخ ده كل الليجاسي دي هل صلاح في الاخر بعد كل ده هيسيب ليفربول طب ده صلاح لسه مجدد العقد قبل يعني في اخر صيف ده آخر قبل الميركاتو، أنت لسه مجدد ليفربول؟ صلاح هيمشي؟ هيسيب كل اللي هو عمله ده وراه؟ الصراحة ده سؤال صعب، وإجابته في الغالب هي مش مع حد تقريبا غير مع صلاح، لأن دلوقتي صعب جدا إن أنت تسيب كل الكلام ده وراك. صلاح دلوقتي هو خلاص دو إن هو من أفضل لعيبة في تاريخ الدوري الإنجليزي، ومن أفضل لعيبة في تاريخ ليفربول وكل الكلام الحلو ده. وجاب لهم الأبطال وجاب لهم الدوري الإنجليزي والإف إي كاب والبطولات اللي هي الثانية اللي هي على جنب دي، طب صلاح في إيه تاني ممكن يحققه؟ هل ناقصه حاجة؟ في حاجة لسه ما عملهاش، هداف الدوري الإنجليزي عملها. دلوقتي خلاص أنت في آخر مستوياتك، ليفربول حتى مش متأهلة للأبطال، ليفربول لسه مش معروف أصلاً وجهتهم إيه. دلوقتي صلاح بعد ما جدد ودي خلاص بقى والجمهور حبه وباين إن صلاح واثق ما دام هيقعد مع ليفربول يبقى أكيد ليفربول ليهم رؤية. لأ، ليفربول دخلت السوق اتهزأت كل شوية تخش مع تشيلسي تتلطش قلم تقوم تروح واخده قلم تاني طب وبعدين؟ هل هيجيبوا ارتكاز؟ ما جابوش ارتكاز مستوى الفرقه صعب بتخسر من فرق يعني اقل ما يقال عنها ان هي سيئه حتى الفرق اللي هي المفروض خلاص بقت يعني لقمه سايقه بالنسبه لليفربول لا الماتشات دي صعبه طب دلوقتي انت مش هتلعب في الابطال ولا انت متاكد ان انت حتى هتتأهل السنه الجايه مش بتطلع من التوب فور والدوري الانجليزي خلاص بقى زحمه انديه كثيره جدا حتى ما هم كانوا في الاول في منتصف الجدول لا الانديه دي دلوقتي بتنافس نيوكاسل السنه اللي فاتت طلع توب فور تشيلسي اللي هو حتى مستوى وحش لما بيخش ضد في الصفقات هو اللي بيطلع كسبان تشيلسي نيوكاسل مانشستر يونايتد ارسنال مان سيتي كل دول حتى استون فيلا كل دي انديه دلوقتي بتصعب عليك المهمه دلوقتي يا عم صح انت جددت هل هو هيفضل مكمل ما انه مفيش حاجه تتعمل ولا يروح الدوري السعودي هي الشائعات دلوقتي بيقول لك ايه خلاص هيروح الاتي وكل شوية يطلع لك خبر جديد وشائعة جديدة وتقول نفس الكلام بس في الاخر حتى الموقف مش باين حتى ليفربول موقفهم مش باين من الكلام ده كله ايه ليفربول ادارتهم ساكتة ما بتتكلمش ويرجن كلوب بيطلع مرة واحدة يقول لك اللي بيحصل في الدوري السعودي ده مش عاجبه وبيعترض ولا ومش هنبيع حد والدوري السعودي بيبوظ الكوره والكلام ده كله حتى لما يورجن كلوب جاء لك لا صلاح احنا متمسكين بيه صلاح مش هيتباع للدوري السعودي اداره ليفربول بتروح طالعه من الناحيه الثانيه تقول تصريحات يورجن كلوب لا تمثل الا نفسه طب يعني ايه يعني ازاي, إزاي كلوب بيقول كلام عكس الاداره بتقول عليه المفروض دي كلها منظومه وماشيه تابعة حاجه واحده دلوقتي صلاح حتى لو هو كمل مع ليفربول عشان خاطر كل الكلام ده وان عايز يزود في انجازاته ايه الانجازات اصلا اللي هيعملها في ظل الحاله اللي الفريق فيها دي ومعلش حلم ان انت تقول لي معلش الصلاح دلوقتي ممكن ياخد البالون دور لا صعب ودي مساله كبيره جدا تكاد تكون مستحيله ان صلاح يوصل للبالون دور اي نعم دلوقتي اوروبا تعتبر فاضيه بس انت الفرقه اللي فيها اصلا مش مساعده دلوقتي عندك سواء هالاند في مان سيتي امبابي هو حتى هو بيلعب في باريس اصلا بيتاهل للبالون دور كل دي حاجات هتصعب عليك المهمه فهل ينتقل فعلا للاتي وبعدين فكره ان صلاح يروح الدوري السعودي دي دي حرفيا بالنسبه للدوري السعودي بقى على الناحيه التانية سيبك من ليفربول وكلوب والكلام ده كله هي بالنسبه لهم خلاص صلاح ده اه زي ما اتفقنا من اول حلقه ده افضل لعيب عربي في التاريخ فانت كانك كده بتجيب الكريزه وتحطها فوق الكيكه اللي انت عاملها وبتزين اللي انت عملته خلاص انا تقريبا هبقى افضل دوري عربي في العالم مش تقريبا انا افضل دوري عربي في العالم ويمكن افضل دوري عربي على الاطلاق خلاص وبجيب افضل لعيب في تاريخ العرب وبتحطه كده في الدوري وخلاص كده المنافسه اشتعلت انت كده مفيش حد هيقف قدامك انت كده خلاص بقيت دوري عالمي انت افضل دوري عربي اه ايه اللي ينقص افضل دوري عربي ان هو يجيب افضل لاعب عربي خلاص هيجيب افضل لاعب عربي وكده الاتحاد اصلا محتاج لعيب زي صلاح ان هو يخلص لهم الفرص والكلام ده كله ممكن لعيب يتصاب زي حمد الله او بنزيمة وتلاقي صلاح بيحل مكانه وانا متاكد ان حتى صلاح لو راح هناك بالنسبة لصراحة خلاص هو أثبت لنا موضوع الالتزام والكلام ده كله بالنسبة له سهل جدا وإن هو حتى في أسوأ مستوياته هيبقى من أفضل لعيبة في العالم فهي دي هتبقى بس آخر تاتش محتاجينها يحطوها الدوري السعودي وكده هيبقوا تقريبا قفلوا اللعبة ممكن يقعدوا حتى سنتين ثلاثة محتاجوش يعملوا صفقات ليه؟ حتى لعبة الكبيرة اللي هم جايبينها هيقعدوا معاهم سنتين ثلاثة ده غير اللعيبة الصغيرة في السن في لعبة شابة هم جابوها وهيكملوا معاهم صلاح ده اصلا بيقول لك ممكن يقعد سنتين ثلاثه الناس بتقترح يعني يقعد سنتين ثلاثه في اوروبا وبعد كده يروح الدوري السعودي ما بالك لو راح دلوقتي يعني ممكن يقدم له بالراحه اربع مواسم زياده خلاص هو الدوري السعودي حتى دلوقتي قال لك اخر اخبار ايه ان حتى الاتحاد زود العرض يعني بدل ما كان رقم كذا قال لك دلوقتي بقى 129 مليون هم عايزين صلاح واتوقع ان صلاح بعد اللي هو عمال بيحصل له ده المفروض خلاص هو يبقى عايز الاتحاد دلوقتي خلاص النادي ليفربول ضايع الاداره انت مش فاهم هي وجهتها ايه كلوب ذات نفسه اصلا يعني بيقول ممكن عادي تلاقي الموسم الجاي راح الاتفاق فانا دلوقتي انت مكمل مع مشروع مش باين له ملامح وما فيش يعني اي حاجه حاسمه بتيجي من ناحيه ولا المدرب ولا الاداره ففي الاخر كده هو القرار الاخير والحاسم هو هيبقى في ايد صلاح انا الصراحه شايف ان صلاح لا هو خلاص هيروح الدوري السعودي ليه لان انت تقريبا خلصت كل حاجه انت تقدر تعملها بره الحاجه الوحيده اللي ناقصه صلاح اللي هو محتاج يحققها هتبقى حاجه مع منتخب مصر وحاجه مع منتخب مصر مش بس ان انت تكون مثلا في ليفربول عادي ممكن وانت في الاتحاد تبقى اسهل عليك حتى ان انت تحققها مع منتخب مصر وتبقى انت كده خلاص ختمت كل حاجه مش ناقصك حاجه وليفربول بقى ممكن بالفلوس اللي هم ياخدوها دي كلها يطوروا من الفرقه ويبنوا ويخلصونا صراحه من أعرف اللي بيقدموه ده منتظرونا. حلقة جديدة و ترند جديد من الكورة مع برنامجكم مجنون حنكة